في هذه الإدارة كما تعلمون فهناك توجيهات ملكية سامية قوية في هذا الإطار من أجل التدخل السريع من أجل حل الإشكاليات المطروحة بالنسبة لفك العزلة بالنسبة للمناطق المتضررة الناتجة ديال هذا الثلوج، وفي نفس الوقت كذلك إيصال كذلك المعدات والإمكانيات الغذائية بالنسبة للساكنة اللي هي متضررة في هذا المجال. فدارت واحد لجنة خاصة، لجنة وزارية اللي فيها كل الوزارات المعنية الكتاب العامون ديالها، باش لجنة اليقظة والتتبع من أجل التدخل السريع. فيها الداخلية، فيها وزارة الجيز والماء، فيها كذلك وزارة الصحة، فيها الوزارات ديال الطاقة إلى آخره. ومن جهة أخرى بالطبع كاين التعليمات الملكية السامية بالنسبة للقوات الملكية من أجل التدخل كذلك في هذا الإطار، وكاين تكامل في هذا المجال. بالنسبة لوزارة الجيز والماء فقمنا بتبئة كل الإمكانيات الضرورية لمواجهة هذه الإشكالية. أولا عندنا طاقم اللي جمعنا فيه 153 إطار ومهندس وكذلك ناس يشتغلوا بالآليات، و60 آلية للتدخل السريع في هذه المجالات المتضررة. ثانيا أنه بالنسبة لنسبة المقاطع اللي هي ضرات وتقطعات في هذه الفترة، حلينا اليوم 20 مقطع من 53، وحنا باقيين مواصلين العمل في هذا المجال. وكذلك ركزنا بالنسبة أساسا الطرق اللي هي عندها واحد صبغة أساسية بحال الطريق رقم 9 ما بين ورزازات وطرق كذلك المجاورة الأساسية، على ما أولا نحلوا الطرق الرئيسية، وفي نفس الوقت كذلك ندوزو للطرق اللي هي في الدواوير باش اننا نفكوا العزله على الساكنه المتضرره. وهنالك مواكبه وتتبع مستمر من اجل ان يكون هنالك اكثر فعاليه في العمل والتنسيق ما بين كل المكونات المعنيه بهذا التدخل. لا هو وقع في هذا الاطار معلوم دار واحد الطاقم خاص اللي غيشتغل على هاد المناطق ديال ورزازات واساسا وزاكورا. وفي هذا الاطار فجمعنا الامكانيات الماديه اللي كاينه والاليات اللي كاينه في فاس وكذلك في الراشديه، وباش يضيفوا على الامكانيات اللي كاينه في هذه المناطق، باش ان شاء الله نحاولوا كل ما امكن في اقرب وقت ممكن نحلوا الاشكاليات الكبرى المطروحه في هذا المجال. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.